السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نوضح صبغة مهمة جدا بعالم الميكروبيولوجي والأحياء المشهرية، ألا وهي ما تسمى بالكبسولستين، اللي هو الصبغة المستخدمة للكشف عن الأحياء المشهرية المكونة للمحفظة اللي هي الكبسول. وإن شاء الله اليوم راح نوضح هذه الصبغة لفائدتها للمايكرو أورجانيزم، وأيضا التفاصيل الخاصة بها، من مثلا لمن تستخدم الكبسول وغيرها، الفائدة البكتيرية المناعية وأيضا الوظيفية، وأيضا البروسيجر الخاص بهذه الصبغة، وإن شاء الله نوضحها بصورة بسيطة جدا. إذن بهذا السلايد راح نوضح الطريقة الفسيولوجية لهذه الكبسول وشنو تفاصيلها ومن مكونة. إذن أولا الكبسول هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن طبقة موجودة ممتدة على الجدار الخلوي للبكتيريا. إذن هي من مكونات الجدار الخلوي للبكتيريا، وبالتالي عبارة عن طبقة ممتدة على سطح منه السيلول. هذه أولا، إذن هي من مكونات ما يسمى بالسيلول المن بالنسبة للخلية. أيضا هذه الطبقة مو طبقة عشوائية، وإنما أو هذه الطبقة تكون well organized. organized اللي هو شنو؟ well organized بمعنى منظمة على شكل أواصر خاصة ممتدة وين؟ على بي السيل وول، ومن الصعب إزالتها، وبالتالي هذه تسمى بالكبسول. إذن عبارة عن طبقة ممتدة على سطح الجدار الخلوي البكتيري، وأيضا عبارة هذه الطبقة مو ترتيبها عشوائي، وإنما منظم well organized بأواصر خاصة فيزيائية، وأيضا بأواصر مهمة جدا تربط بهذه حتى تكون لنا هذه الكبسول. صفة جدا مهمة للكبسول، ألا وهي ما يسمى عبارة عن الطبيعة الكيميكال كومباوند أو الكيميكال نيتشر، اللي هو الطبيعة الكيميائية، هي عبارة عن بوليسكرايد، إذن سكريات معقدة، أو ما يسمى بالكبسولر بوليسكرايد اللي هو السي بي اس. إذن وأيضا هذه عبارة عن ماتيريال تكون مواد لزجة أو جيلاتينية ممتدة وين؟ على السطح السيل وول بالنسبة للبكتيريا. بعض الأجناس البكتيرية هذا الكبسولر بوليسكرايد أو البوليسكرايد يصير بيه تحور، يصير بيه موديفيكيشن بالنسبة للسيل وول، ومثالها بالباسيلس أنثراسيس اللي هو بكتيريا الجمر الخبيثة والعياذ بالله، الجدار الخلوي لهذه البكتيريا. البوليسكرايد محول ويكون على شكل بولي دي جلوتاميك أسيد. هذه عبارة عن تحورات كيميائية بالمواقع بالنسبة للمن بالبوليسكرايد اللي بالنسبة للبوليسكرايد. أما بالنسبة كشف عنها فنستخدم ما يسمى باللايت مايكروسكوب، إذن المجهر الضوئي الاعتيادي. وأيضا أما هل نستخدم أي صبغة للكشف عنها؟ لا، صبغة خاصة أو ما تسمى بالنيجاتيف ستين أو كبسول ستين أو سبيشال كبسول تستخدم للكشف عن هذه المحفظة أو الكبسول. أما بالنسبة للكبسول فاكشن أو وظائف هذه المحفظة بالنسبة للبكتيريا، فعندها عدة وظائف. أولا هيل بكتيريا ريزيست فاجوسايتوسيس، اللي هو تساعد البكتيريا على مقاومة عملية البلع من قبل الجهاز المناعي. هذه أولا. ثانيا حماية البكتيريا من الجفاف، بروتكت بكتيريا اجينست ديسيكيشن. وايضا من العوامل الضراوه المهمه جدا مستخدم المايكرو اورجانيزم هو الكبسول. شوف لاحظ هنا A virulence determinant of pathogenic microbes، اللي هو من العوامل الضراوه المحدده بالنسبه للباثوجينيك بكتيريا. ومثال على المكون للكبسول هو ستريبتوكوكس نيموني، كلبسيلا نيموني، وغيرها من البكتيريا المنتجه لهذه الكبسول. ايضا ممكن هذه الكبسول تستخدم بالهروب ايضا من النظام المتمم اللي هو الكومبلمنت سيستم، وايضا بالسيل لايسز من التحلل، وايضا حمايه البكتيريا من الظروف اللاهوائيه اللي هو الظروف هذه راح تنتج بالاكسجين توكسيسيتي، وايضا تعتبر من الاتاتشمنت بكتيريال اتاتشمنت على السطوح سورفيس اللي هو الصلص سورفيس موجوده بالظروف او العوامل الرطبه الاكواتيك او بالتشو سيرفيس بالنسبه للنباتات والانيمال تشو. اما بالنسبه للبرنسبل اوف كبسول ستيننج،
فهذه الصبغة اللي هي النيجاتيف ستين، بالمناسبة النيجاتيف ستين أو الكبسول ستين أو ما يسمى بالسبيشال ستين، فإنها كلها نفس التسمية، هذه تقريبا ثلاث تسميات هي لغرض الهدف الأول والأخير اللي هو الكبسول. بالمناسبة السبيشال ستين نوعين اللي هو النيجاتيف ستين وأيضا ما تسمى بالإندوسبور ستين، إن شاء الله ناخذها بمحاضرة إن شاء الله بالمستقبل، اللي هو الإندوسبور، الكشف عن السبورات المنتجة من قبل المايكرو أورغانزم، ولكن محاضرتنا اليوم عن الكبسول ستين. هذه الكبسولستين عبارة عن نستخدم الكبسولستين وتشمل انديا انك والنيجروسين والكونغريد، نستخدم اي وحدة من هاي تفي بالغرض. هذه ما تصبغ السيل، وانما شو تصبغ؟ تصبغ الباك جراوند لمن؟ للفيلد الموجود وين؟ الموجود بي على بالسلايد، ان شاء الله صراحة نشوفه بالمشهر اللايت مايكروسكوب، اللي هو هذه الصبغات انديا انك نيجروسين والكونغرايد ما تصبغ السيل وانما تصبغ الباك جراوند. هو هذا البرنسبل الاساسي لهذه الصبغه، وانما راح ايش نستخدم حتى نصبغ السيل اللي هو راح نستخدم كريستال فايليت او اي سمبل ستين ثانيه، المثلين بلو او كريستال فايليت. هذه راح شنو؟ البكتيريال سيل وول تيك اب ذا داي، يعني ياخذها الجدار الخلوي بالنسبه للبكتيريا. الغرض منها راح نستخدم نوعين من الصبغات، اللي هو اما نستخدم اندي انك او نيجروسين او كونغرايد. هذه الكونغرايد راح تصبغ لنا الباك جراوند، ما تصبغ لنا السيل، وانما لتصبغ لنا السيل او السيل الخليه البكتيريه هو نستخدم صبغه اخرى تسمى بالكريستال فايليت او الميثيلين بلو اللي نستخدم بهذا الشيء. زين، وبالتالي لاحظ هنا كبسول ابير كلرلس وذ ستين سيل اجينست ذاك باك جراوند. الباك جراوند كما ذكرنا يستخدم بهذه احدى هذه الصبغات، اما الخلايا تصبخها فراح نستخدم باحدى الصبغات السمبل ستين لكريستال فايليت او الميثيلين بلو. اذا هذا هو المبدا الاساسي لهذه الصبغه. اما بالنسبه للبروسيجر اللي هو طريقه العمل، الصراحه طريقه بسيطه جدا. اولا ناخذ سلايد نظيف، وبعد هذا السلايد راح نخلي بيه قطره من النيجاتيف ستين. عرفنا النيجاتيف ستين ثلاثه، اما كونغرايت وحده من يمهن او النيجروسين او الانديا انك، تمام، ونخليها على اون ذا سلايد، نخليها على سلايد، تمام. زين، بعد ذلك راح نحضر المزروع البكتيري وناخذ منه لوفل اما بروث او كلتشر. اذا كان كلتشر يعني على اجارات لازم يكون فريش خلال 18 ساعه. زين، هذا ايضا ناخذ منه لوفل، وين نخليها؟ على القطره اللي خلينا بيها شنو؟ النيجاتيف ستين اللي هو اما النيجروسين او الانديا انك او الكونغرايد. خلينا سوينا هسه ميكس بين من؟ بين اللوفل كلتشر بكتيريال كلتشر والنيجاتيف ستين على نفس السلايد، تمام؟ زين، بعد ذلك راح ناخذ سلايد اخر، سلايد نظيف. هذا السلايد النظيف راح نخليه بزاويه 45 درجه على اليمين على السلايد هذا، كانما نسوي بلد فيلم. البلد فيلم الموجود وين؟ بالقياس المونوسايت، هذه البكتيريال كاونت. فبالتالي راح نخليه بزاويه 45 ونسحبه دراج على هذا الحد، كانما نسوي التين فيلم along على السلايد. لو هذا بعد ذلك راح نخليه لمده 5 الى 7 دقيقه، تمام. زين، بعد ذلك نخليه بالهواء حتى يتجفف، وما نستخدم الهيت فيكس. ليش؟ لان راح يدمر لنا الكبسول، لان الكبسول عباره عن بوليسكرايد، تمام. زين، هسه خلصنا من هذه الخطوات، نيجي الى الخطوه اللي هي يسمونها بالكاونتر ستين، اللي هو من هو؟ اللي هو صبغه راح نستخدم الكريستال فايليت. بعد هذه العمليات راح نغرق السلايد فلود ذا سمير اللي هو البلد، كانما البلد فيلم السمير، راح نسوي لها نضيف لها بالكريستال فايليت، وهذه الكريستال فايليت راح تصبغ لنا السيل وول بالنسبه للبكتيريا، وهذا راح نخليها الكريستال فايليت كما بجرام ستين، راح نخليها دقيقه واحده. بعد ذلك راح شنو؟ نجفف هذه الصبغه ونخلي السلايد على درجه 45 زاويه، وبعد ذلك راح بعد ذلك نتركه بالهواء يجف. بعد ما يجف راح نسوي له نخلي الاويل اميرجن بالطريقه الاعتياديه، الاويل اميرجن دروب، وبعد ذلك نفحصه باللايت مايكروسكوب على ال100 اكس
او ما يسمى بالاويل اميرجن ممكن ايضا على ال 100 اكس. وبالتالي راح نفحصه ونشوف ما يسمى بالكلير زون سوراندينج ذا سيل. هذه الكلير زون هي عباره عن الكبسول. ليش الكلير زون؟ لان عباره عن مناطق جيلاتينيه، هذه الجيلاتينيه موجوده على السيل بي اكستندد كما ذكرنا بالاوتسايد اوف ذا سيل. وهذا طريقة العمل للكبسول ستين، طريقة بسيطة جدا تشبه طريقة البلود فيلم المستخدمة بالعالم الهيماتولوجي اللي هو علم الأمراض، علم الأمراض الدم. فبالتالي هذه الطريقة بسيطة جدا، وإن شاء الله هم راح نوضحها بالسلايد القادم بعد أكثر. هذه الكبسول ستين بطريقة بسيطة جدا، قلنا بأن نخلي قطرة من النيجروسين او اندي انج او كونجوريد، بعد ذلك نحضر المزروع البكتيري، ناخذ ايضا لوفل او اللقاح نخليه على نسوي ميكس هو والنيجروسين، بعد ذلك نحضر سلايد نظيف هذا بزاويه 45 وراح نسوي لها كانما بلب فيلم، وراح ناخذ هذه القطره ونسحبها الى نهايه السلايد. بعد ذلك لاحظ هنا نسمير بهذه المنطقه، بهذه المنطقه نقدر احنا نستخدم هنا اي صبغه اللي هو كما ذكرنا اللي هو اما مثيلين بلو او الكريستال فايليت، بعد ذلك نستخدم نسوي لها فلود، وبعد ذلك نغسلها بهدوء على التاب ووتر، بعد ذلك نخليه يجفف واوبزرفيشن باللايت مايكروسكوب. هذه هي طريقه الكبسول ستين بطريقه بسيطه جدا. هذا السلايد يوضح اللي هو البكتيريا المكونة أو التي تمتلك كبسول. لاحظ هذه الهالات، هذه الهالات هي عبارة، هذه الهالات عبارة كأنما منطقة شفافة كلير زون، هذه هي عبارة عن الكبسول، هذه عبارة عن الكبسول، وهذه هو الغرض من الكبسول ستين. لاحظ الكبسول عبارة عن اللي يصبغ البكتيريا ويكون لنا الباك جراوند حتى شنو يعطينا هذه الرؤية كأنما شلون الزجاج المكسر. لاحظ هنا، لاحظ هذه الهالات هي عبارة عن شنو؟ عن الكبسول. هذا سلايد آخر يوضح اللي البكتيريا المنتجة أو مكونة لي أيضا بهذا اللي الكبسول. هذه الهالات هي عبارة عن الكبسول المنتجة من قبل البكتيريا، فنقدر نشوفها. أما هذا فهذا يمثل بالباجي جراوند، وأما هذه فهذه هذا اللون اللي هذا هو صبغة الكريستال فايوليت الماخذها بالسيل وول بالنسبة للبكتيريا. أتمنى لكم الاستفادة من هذه المحاضرة، مع الشكر الجزيل لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.